السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوف نحاول نجاوب على واحد السؤال ورد في التعليقات بخصوص الكاب ديال الكواكسيال. ملي كيتقطع عندنا شي كابل فيهم كيفاش نحلوا هذا المشكل هذا؟ طبعا الحل الأمثل هو تغيير الكابل، ولكن بعض الأحيان يستحيل تغيير الكابل. هذا الحل هذا غادي ينطبق فقط إذا تقطعنا فقط واحد الكابل، ماشي جوج. إذا تقطعنا مثلا جوج ديال لي كابل، هنايا خصك تغير الكابل، ضروري خصك تغير الكابل. نشوفوا تقريبا جميع الحالات اللي مع هذا الكابل اذا تقطعنا شي كابل من هذا الكابل هذا. كان هناك واحد التعليق من عند اخ من هنا وهناك، التعليق هو هذا كيقول: اخبرك انني اكتشفت شيئا غريبا بخصوص الكابل الذي يوصل الطاقه الى الكاميرات، بحيث انني عندما قمت بتوصيل اسلاك كهرباء الكاميرات في علبه التغذيه، بعدما قمت بتوصيل الكاميرا الثالث وانا بصدد تثبيت الكابل الاحمر في مكان الكاميرا الرابعه، وقبل ان ادخل السلك، قبل ما يدخل السلك ديال الناقص، الكاميرا طلعت. يعني قبل ما يلصق هذا الكابل هذا، الكاميرا طلعت له فقط من العمل، غير الزائد فقط. نشوف بعد بعض المعلومات فيما يخص الكاميرا. فاول حاجه الاخوان اللي خصنا نعرفوا هو ان مثلا الكاميرا هي هذه. اول حاجه خصنا نعرفوا باللي الناقص ديال الناقص اللي كيكون في الكابل ديال الصوره والناقص ديال التغذيه فهما كابل واحد. الا قسناهم بجهاز الملتيمتر غادي نلقاو هذا الكابل هذا هو هذا الكابل هذا، نفس الكابل، يعني مشروكين في الكاميرا، في وسط الكاميرا الداخل. هنايا كيتبين لنا بلي ان غير ثلاثه ديال لي كابل نقدروا نهبطوا الصوره، ولكن بشرط خصو يكون الناقص ديال التغذيه خصو يكون مجي مع الناقص ديال الكابل ديال الصوره، مجي من الدي بي ار. يعني تكون ديجا شي كاميرا مركبه في الدي بي ار وتكون اليمونتي حتى هي بنفس التغذيه، مثلا بنفس التغذيه هذه، ضروري غيكون مجي الناقص هنايا هو يكون هو هذا الناقص هذا. وايضا الى عطيت التغذيه للكاميرا، الى عطيت التغذيه هيدا مثلا وقيس هنايا مثلا عندي 12 فولت كما كتلاحظوا هنايا، فهذا الناقص هذا هو هذا الناقص هذا. والدليل هو غادي نعبروه بجهاز الملتيمتر، هذا واش فيه الناقص ديال التغذيه. غادي ناخذوا القياس هنايا مع الزائد هنايا، اذا كتلاحظوا الزائد للتغذيه متواصل مع الناقص ديال الصوره. اذا كانت عندي واحد الكاميرا اليمونتيا مع علبه التغذيه ومبرونشيه مع الدي بي ار، كيكون هذا الناقص هذا، هذا الناقص هذا اللي ماجي من علبه التغذيه، والناقص ديال الدي بي ار، الناقص اللي كيكون في هذا الفيش هذه، الناقص ديال الدي بي ار وهاد لاماس اللي هنايا ديال الصوره، كيكونوا نفس الكابل. ها هو حدا الكاميرا، ما عرفناش الكابل اللي مقطع. غادي ناخذوا هاد الاطراف ديالهم كاملين ونشركوهم، نشركو طبعا خصنا نحيدوهم من ليمونطاسيون ومن الدي بي ار، نشركوهم باربعه بهم هيدا، ونمشيو للطرف الاخر، نمشيو للطرف الاخر اما من جهه الكاميرا او من جهه ديال الدي بي ار، ونقوم بالقياس للكابل اللي مقطع. نعملوا الميتريكس في الوضعيه ديال اللي كتعمل ديك الصفير اولا في الوضعيه الام. الى عملتيها في الوضعيه الام تقريبا غادي تعبر واحد شي ريزيستونس قل من 30 اوم. هنا مثلا عندي مسافه صغيره عطاتني غير 10 اوم، 10 15 20 25 اوم على حسب المسافه. المهم غادي تجبر هاد الريزيستونس هادي مع جميع الاطراف. هنايا غيتغير النوعيه ديال السلك، طبعا غتغير الريزيستونس، ريزيستونس كواكسيال 14 اوم. هنايا غتكون لا ريزيستونس كبيره لان الكابل ماشي بحال. المهم هاد الاطراف ديالهم كاملين خصها تجبر واحد الريزيستونس، ما يهمش واش بحال ولا ماشي بحال. المهم ما تكونش هاد الريزيستونس هادي ما تكونش كبيره من 50 اوم 60 اوم. اذا كان شي كابل مقطع مثلا، غالبا كيمشي، كتكون هاد الشبكه هذه هي اللي كتمشي، كتكون النحاس ديالها كيكون ضعيف وبالتالي دغيا كتمشي، اولا كيمشي الزائد اللي غالبا كنعملوه الاحمر هو اللي كيتقطع، وكيبقاو لنا ديك الساعه كيبقاو لنا ثلاثه ديال الاسلاك. فمثلا انا غادي نحيد الشبكه،
غنحيد انا حيت هنا مثلا حيت هذا يعني بحال اللي مقطع هذا، اذا ما غيعطيني شي ريزيستونس. الواحد تعطيني هنا كيلو، كيلو يعني شي روح ريزيستونس كبيره. ثلاثين ربعين اوم هنايا مع هاد مع هادي ما غيعطينيش. مثلا اذا تقطعت لي هاد لاماس هادي، هاد لاماس هادي هي هاد لاماس هادي، تقدر تحيد هادي، تحيد هادي مره تلغيها، والناقص ديال الصوره تهبطوا تشركوا مع هاد الناقص ديال ديال التغذيه. ولكن بشرط تكون عندك واحد الكاميرا ديجا مركبه، وما تجي لك الناقص ديال الكاميرا، ما تجي لك هنا فهاد الناقص هذا ديال التغذيه، لان كما شفناهم الناقص ديال التغذيه والناقص ديال الكاميرا ديال الصوره كيكونوا مشروكين. وفي الحاله التاليه اذا لقيتي هاد الكابل هذا ديال الزائد هو اللي مقطع، مثلا هذا مقطع، يمكن لك تعطي الزائد في هذا، تعطي الزائد هنايا والناقص هنايا، والصوره تخلي له هذا ديالو، غادي السيستم غادي يخدم نورمال. الحاله اللي غادي تقدر توقع حاله اخرى عاود، الا لقيتي هذا الزائد ديال الصوره يعني لو بوين شو هذا لقيتي مقطع، هذا باقي لك صحيح، غتجيب الصوره بهذا بهذا ولا بهذا، والناقص الصوره هي هذه، تعمل لهم بالون هنا، خصك تعمل لهم البالون فيديو بالون، تعطي الصوره هنايا بهذا وبهذا، والزائد تجيبه بهذا، الزائد ديال التغذيه تجيبه بهذا، ولكن بشرط تكون عندك واحد الكاميرا ديجا مركبه في نفس التغذيه، مثلا واحد الكاميرا مركبه في نفس التغذيه ومبرونشيه مع الدي بي ال، باش الناقص يطلع لنا هنا، باش الناقص يطلع لنا في هذا الناقص ديال التغذيه وديال الصوره يطلع لنا في نفس الكاميرا. وهذه كتبقى طبعا حلول مؤقته وليست مثاليه، ريثما ايجاد حل لتمرير الكابل الجديد. كان هناك سؤال اخر حول اذا ما كان بالامكان ان نصل كاميرا واحده بجهازين دي بي ار. طبعا ممكن، انا عندي مجربه كاميرا واحده داخله بجوج لي دي بي ار، ما كاين حتى شي مشكل كيخدموا عادي. وسؤال اخر بالعكس، واش يمكن لي جوج دي كاميرا نهبطهم كواكسيل واحد؟ اذا خدمتيهم هاي لك كواكسيل واحد ما يمكنش، طبعا ما يمكنش يوقع كومبلي ديال الصوره، ولكن اذا استخدمتي هذا الجهاز هذا يمكن لك تهبط جوج صوره في كام كواكسيل واحد باستخدام هذا الجهاز هذا اللي هو كيتسمى ترانسميتر ميتيبليكسور، يعني كيميكسي جوج لي سينيو فيديو في الترانسميتر، وفي الريسيبتور كيقوم بعزل كل فيديو على حده. اخوان كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. باقي الاسئله التي وردت في التعليقات غادي يكون فيديو قادم ان شاء الله، غنخصصوا غير على الجواب على الاسئله اللي طرحت في الكومنتير. وللمزيد من المعلومات حول كاميرا المراقبه انصحكم بزياره قناه الاخ منصف تعليم كاميرا المراقبه، الرابط ديالو غنخليه في اول تعليق. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.